خلاص. طيب نيجي يا جماعه، بصوا طريقه الرفس الرشاشات دي انا حطيته كده في شكل جريد على هيئه مربعات كده، ممكن تبقى مربعات، مستطيلات، مثلثات، زجزاج، باي طريقه. المهم يحقق الايه؟ البرفورمانس بتاعه يبقى عالي بتاع السيستم ده. طيب بالشكل اللي قدامي ده كان مربعات، المسافه بين الرشاش والرشاش بنسميها اس سب اس، سبيسنج بتوين السبرينكلرز. المسافه بين اللاين واللاين واللاتر واللاتر اس سب ال. طب كل رشاش مسؤول سنتر تو سنتر من كل اتجاه، يبقى المساحه المخدومه بكل رشاش تساوي ايه؟ اس سب اس في اس سب ال. تاني يا جماعه تعالوا بصوا كيمياء كيمياء تعالى بص كده على الخط اهو، ادي الخط اهو، هيفصل شحن، هيفصل شحن. ايه
مش عارف ايه يعني. ما فيش حاجه. بص لا خلاص انت جبت الكي اس من الجدول فرحت ده جبت الدي دبليو الكي ال من الجدول عارف ده جبت الايه؟ جبت الاس ال الاس ال بجيبها بقى تدفع مضاعفات الثلاثه صححت بعد ما اخترت الاس ال والاس اس ارجع للمعادله دي انت فرحت ده فرحت ده وجبت ده تقدر تحسب الايه؟ كيو الكيو حسبت الكيو خش في الجداول بتاع المصانع تختار النموذج بتاع الرشاش ده هيقول لك الرشاش ده اسمه كذا النوزل بتاعه ابعاده كذا بيشتغل على ضغط تشغيل والاوبريت بريشر هيد مثلا 2.5 بار يبقى الرشاش عشان يشتغل هيطلع لك الكيو بس بضغط 2.5 ايه بار لو قل الضغط يقل التسارع زاد الضغط هيزيد الايه التسارع ايه؟ مضاعفات الثلاثة لو انا بتكلم على حدائق وجناين وحاجات كده بصغرها بتكلم على حقول فيلز زراعات تبقى 12 15 متر وحاجات كده ما يطلعش ايه؟ لا مش 11 انا بصححه بقى خليه 12 اظبطه لما بظبط واغير بغير الكيو بطلع بختار كيو وتعمل الكلام ده جبت الكيو خش في الجدول جداول المنتجات بتاع المصانع اطلع النموذج الرشاش اللي انا عايزه حسب الكيو بيديني النموذج بتاعه وبعدين يا جماعه طب اسمعك ازاي وانتوا بتتكلموا ايه ده بحياره النوزل ده بيشتغل بضغط ولا من غير ضغط؟ ضغط ها؟ ضغط وكل ما يزيد الضغط يزيد الايه؟ يزيد التصرف لازم يزيد التصرف الهيد لما يزيد لازم تزيد الكيو الا في بعض الحاجات تبقى انت مركب حاجه اسمها ريجليتورز منظم للضغوط مش منظم البوتاجاز في البيت منظم للضغوط منظم البوتاجاز بره ما هو بينظم عشان الغاز ما يطلعش جامد يعني ينظم الضغط الضغط لو عيب يرليف الضغط الزياده يخلي الضغط بس اللي هو ايه على قد او المناسب زياده هو ده الاوبريتنج بريشر هيد اوبريتنج بريشر هيد ضغط التشغيل بص النموذج بيقول لك اسمه ايه؟ ده اسم بتاعه وهيقول لك النوزل بتاعه ابعاده كذا نصف القطر بتاعه كذا ها ويقول لك بقى دايره الرش بتاعته كذا الهيد المطلوب بتاعه كذا ها الكيو كذا طب دكتور يعني اخد الكيو يعني مثلا الكيو ده رقم بالدبل اخد الاعلى شويه ليه اصل لو خدت الاصغر هتظبط تاني المسافات عشان ترجع تظبط مع الكيو دي افرض بقى افرض انت وانت بتصمم رحت السوق ما لقيتش الرشاش ده لقيت رشاش تاني خالص يعني انت حسبت ده طلعت الكيو كام 3 وكام 33 من 100 متر مكعب ساعة رحت في السوق لقيت لا ده اللي موجود 2.7 تستخدمه لازم تستخدمه بس ترجع بالراجع بقى تخلي 2.7 تساوي الابلكيشن ريت الاس ال والاس اس دول تغيرهم بحيث النتيجه دي تطلع نفس الايه؟ نفس الكيو انا ما لقيتش غيره نوع وحيد موجود في السوق هجيب اعلى منه بنين ادرس السوق الاول خلاص يا جماعه احنا النهارده خلصنا المقدمه والنظام بتاع الرايزر والرشاش القصه بتاعه المواسير بقى اللي جايه يوم الاحد ان شاء الله المواسير بقى هتلقى معالجتها مختلفه تماما عن اللي احنا بنحلها العاديه مش هتفترض فلوسك والكلام ده لا ما ينفعش عشان هنا في فريكشن هيد لوس يوم الاحد على فين؟ هنا في الدرس أنا حدا.
سيدي يا عم.